طارت عصافير الشوق على الوادي، عزفت نشيد الأفراح على عيادي، تنبض أحاسيس الكون مع أحساسي، أحمل صواني لشموع على راسي. كل ليلة عدنا سهرة، عيد ونجوم وقمرة، شعشع يا نور العترة، خليها عيد بعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قلاتي الزهراء والمهدي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، نحن في شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك، ويستمر العطاء في هذا الشهر المبارك من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبعثون لمساعدة الأيتام والفقراء والمساكين. أعزائي المشاهدين، طبعا احنا ان شاء الله في نهاية شهر رمضان المبارك، واليوم اجينا نفرح مجموعة كبيرة من الأيتام ومن العوائل الفقيرة بهذا الشهر الفضيل. اليوم ان شاء الله راح نعطيهم عيديات، وراح نعطيهم ايضا ملابس او أحذية. أعزائي المشاهدين، طبعا اليوم الحلقة هي برعاية الحاجة الفاضلة ام محمد وام عيسى من دولة الكويت، اللي بعثت أيضا الملابس والأحذية ومبالغ نقدية، والعلوية أم حسين الموسوي من دولة الكويت، وأم فهد من دولة الكويت، وحسام من الإمارات، وأم مصطفى وأبو مصطفى من العراق بغداد الجديدة، وعائلة الحاج محمد رضا من سلطنة عمان. أعزائي المشاهدين، اليوم جمعنا بهذا المكان اللي هو روضة أطفال. احنا نشكر إدارة المدرسة على تعاونهم ويانا واتجاه قناة المهدي برنامج القلوب الرحيمة. اليوم جمعنا أكثر من 150 عائلة، من ضمنهم نساء كبيرات السن، أيضا اليوم راح نعطيهم المبالغ. أعزائي المشاهدين، أولى ما نبدأ به، عندنا نساء كبار بحاجة إلى مساعدة، فاليوم جاي نساعدهم وراح نمشيهم قبل الأطفال، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، طبعا جمعنا هذه المجموعة الطيبة من المؤمنات، من كبار السن، الحجيات، طبعا هن بحاجة إلى عيدية، فاليوم الحجيات راح نعطيهن عيدية. حجية شلونك؟ الحمد لله، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليك. وانت أم من أنت حجية؟ أم حسن. أم حسن، الله يخليك حسن. أم حسن، شو تقولي للي يعمل عمل الخير، اللي يوقف ويا الفقير ويا اليتيم، شو تقولي له؟ شكله يصير عافيه ويستر عليه، رحم الله والديك ان شاء الله طول عمرك. يا ام حسن، هاي عيديتك من ابنك حسام من الامارات، تدعي له. بارك الله بيك، منها تفضلي وروحي. يلا الله وياك. السلام عليكم حجي، شلونك؟ الله يسلمك. شلون زينه احوالك انت؟ ام من انت؟ انا ام حسين. ام حسين، الله يخليك حسين. دعواتك الحسام هاي عيديتك ليش تشترين بيها ملابس عبايه بالخدمه؟ هلا بيك، تفضلي روحي. السلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمه الله. زينه يعطيك العافيه. ام من انت؟ ام حسين. ام حسين، الله يخليك حسين. يا ام حسين، هاي لك عيديه من حسام ابنك من الامارات، تدعي له بالخير والصحه والتوفيق ان شاء الله. هلا بيك. السلام عليكم حجي. السلام بعد. يلا شلون زينه؟ ام من انت؟ ام رزاق. ها؟ ام رزاق. ام رزاق، الله يخليك. ام رزاق اللي يعمل عمل خير، شو تقولي له؟ ما دفعت بلا عنهم، يطول عمارهم ويفكهم من المشكله. الله يبارك، اتمنى لك خير وتوفيق. السلام عليكم حجي، شلونك اختي؟ هاي لك مساعده ماليه من اخ حسام من الامارات. السلام عليكم حجي، شلونك؟ السلام بعد قلبك. ان شاء الله زينه. ان شاء الله. حجي، هاي لك عيديه من حسام من الامارات، تدعي لي. عليكم وجزاكم الله الف خير. رحم الله والديك يا علمنا. حجيتن شلونك؟ بيسن. ان شاء الله زينه. رحم الله والديك، احنا بخدمتك يا حجيه. حجيه، هذا حسام من الامارات، ابو حسين الطيب، تدعي له بالخير والعافيه، وندعي لكم هم بالخير والعافيه. حجيتنا هاي لك عيديه من حسام من الامارات. بالعافيه والخير ان شاء الله. رحم الله والديك، تفضلي. السلام عليكم حجيه، شلونك؟ ان شاء الله زينه. شلونك ويا رمضان؟ ان شاء الله خير. هاي لك عيديه من ابنك حسام من الامارات، ابو حسين، تدعي له هو وعائلته. السلام عليكم حجيه، شلونك؟ ان شاء الله زينه. ام هايلك عيديه من حسام من الامارات، يعطيك العافيه ان شاء الله يطول عمرك. حجيتنا شلونك؟ الله يخليك ان شاء الله زينه. هايلك عيديه من حسام من الامارات، الله يوفقه ويحفظه.
السلام عليكم حجي، شلونك؟ ان شاء الله زينه. عائلتك عيديه من حسام الامارات؟ الف شكر عيوني، يعطيكم العافيه ان شاء الله. السلام عليكم حجي، شلونك؟ الله يستر عليكم. الله والديك حجي، هذا حسام من الامارات، تدعي له بالخير وبالصحه وبالخير وبالعافيه. يستر عليك. السلام عليكم اختي، شلونك؟ شلون زينه؟ عائلتك عيديه من حسام من الامارات؟ حجي السلام عليكم، شلونك؟ الله يسلمك ان شاء الله زينه، يعطيك العافيه. اريد دعواتك الحساب وهاي الناس الطيبه اليوم، ام عيسى وام فهد والحجيه ام حسين العلويه الموسى، وتدعي لهم. هاي من حسام الامارات. رحم الله والديك. السلام عليكم حجيه، شلونك؟ تبين تعبانه ومريضه؟ مريضه. ايش خيرك؟ عندي ضعف. الله يكون بعونك يا حجيه، احنا ما نريد ناخذ من وقتك حجيه. تدعين هذا الولد حسام، هاي مبلغ ترحين به للطبيب، تشترين به ملابس. نتمنى لك الخير والتوفيق. يعطيك العافية. السلام عليكم حجي، عليكم. يعطيك العافية، الله يسلمك. استر عليك، رحم الله والديك، طول عمرك. هاي لك عيدية من حسام من الإمارات. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا، مرحبا لبيش. مرحبا لك حجي، السلام عليكم. يوم السلام، يطول عمرك، كثر من امثالك. الله يخليك، رحم الله والديك. شلونك بعد؟ عيد المبارك حجي. هاي لك عيدية من حسام من الإمارات. أعمارك ما شاء الله. حجي شلونك؟ شلونك استاذ؟ شلونك؟ هاي لك عيدية من حسام من الإمارات. سام ان شاء الله بخير. هاي حجي اللي جاي. حجيتنا شلونك؟ قلبي يمه يستر عليك. هاي عيديتك من حسام من الإمارات. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيك. السلام عليكم حجي. هلا أستاذ، شلون؟ الحمد لله. هاي لك عيدية من أم حسين الموسوي من دولة الكويت. ألف شكر، ألف شكر. السلام عليكم حجي، شلونك؟ ان شاء الله زينه. الله يعطيكم حجي. هاي ليش عيديه من العلويه ام حسين الموسوي من دوله الكويت. تفضل، رحم الله والديك، ادعي لها ان شاء الله. شلونك حجيتنا؟ شلون زينه؟ هاي عيديه من ام حسين الموسوي من دوله الكويت. طول عمرها ان شاء الله، يستر عليكم. السلام عليكم، شلونك؟ هلا ومرحبا. شلون امورك انت؟ الحمد لله، الحمد لله. هاي ليش عيديه من ام حسين الموسوي من دوله الكويت. يا اهلا وسهلا بك حجيتنا. هاي عيديتك من العلوية أم حسين موسى من الكويت. يعطيك العافية، إن شاء الله يعطيكم العافية. للعلوية، لك وللعلوية. رحم الله والديك، هلا بالعلوية، هلا بك. حجيتنا شلونك؟ هاي لك عيدية من أم حسين موسى من دولة الكويت. يا رب فيكم الشر إن شاء الله. حجية شلونك؟ إن شاء الله زينة. رحم الله والديك، شلونك بعد؟ هاي لك عيدية من أم حسين موسى من دولة الكويت. أبو محمد الشارع عينكم وينصركم. رحم الله مشكور يا بعد أمك. تعي حجي، شلونك حجي؟ إن شاء الله زينة. قوة إن شاء الله. استرعيكم إن شاء الله. حجي هاي لك عيدية من أم حسين موسى من دولة الكويت. طال عمرها. السلام عليكم حجي، شلونك؟ شلون زينة؟ الله يسلمك. رحم الله والديك. حجي هاي لك من أم حسين موسى من دولة الكويت. يمه والله يستر على العلوية بعد خادم القسم. حجيتنا شلونك؟ أنا يمه. إن شاء الله زينة. يعطيك العافية. رحم الله والديك، الله يعافيك. هاي من أم حسين موسى من دولة الكويت، عيدية إليك. نعم الله عليكم وعليها. حجيتنا شلونك؟ إن شاء الله زينة. العافية. هاي عيدية من أم حسين موسى من دولة الكويت. يعطيكم العافية إن شاء الله. حجية شلونك؟ مرحبا إن شاء الله. هاي عيديتك من أم حسين موسى من دولة الكويت. خيركم إن شاء الله. حجية شلونك؟ إن شاء الله زينة. هاي عيدية من أم حسين موسى من دولة الكويت. الله يطول عمرك. السلام عليكم حجية. عليكم السلام. ان شاء الله زينه. الله يخليك. كل عام وانتم بخير. هاي عيديتك من ام حسين من دوله الكويت العلويه. ان شاء الله حجيه. اهلا بيك. السلام عليكم حجيه. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله زينه. هاي عيديتك من ام حسين موسى من دوله الكويت. يا اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم اختي. شلونك؟ حجيتنا هاي لك عيديه من ام حسين موسى من دوله الكويت. السلام عليكم. الحمد لله زينه. هاي عيديتك من ام حسين موسى من دوله الكويت. عمرك. السلام عليكم. هاي لك عيديه من ام حسين موسى من دوله الكويت. نتمنى لك الخير والتوفيق. يا اهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين، طبعا راح نبدا بتوزيع الكسوه على الايتام، ونعطيهم ايضا هم عيادي الايتام. السلام عليكم اختي. السلام عليكم. ان شاء الله. ان شاء الله. اولاد وبنيه مو؟ اولا هاي عيديتهم من ام حسين موسى من دوله الكويت. وراح نعطيهم ايضا احذيه ومن ام عيسى وام محمد من دوله الكويت، ونتمنى لكم ان شاء الله الخير والتوفيق. تفضلي من اختي، تفضلي. يلا السلام عليكم اختي، شلونك؟ الله يخليك. كم يتيم عندك؟ عندي 2. الله يخليهم. هاي عيديه من ام حسين موسى من دوله الكويت، وايضا هاي لهم احذيه من ام عيسى ومحمد من دوله الكويت. حجيتنا شلونك؟
هاي لليتيمة، هاي من عائلة الحاج محمد رضا من سلطنة عمان عيدية، وهاي للبنية. تفضلي. حجية شونش؟ تعالي جاي اختي تعالي، شون ان شاء الله زينة. شونهم الايتام؟ هاي عيدية لهم من عائلة الحاج محمد رضا من سلطنة عمان، وهاي ايضا لهم ملابس احذية و بعد هذا الطفل. يلا اتمنى لكم الخير والتوفيق ان شاء الله. حياك الله. تفضلي. السلام عليكم اختي، شلونك؟ كم يتيم عندك؟ الله يخليهم لك. هاي عيديه لهم من عائله الحاج محمد رضا، وايضا هاي احذيه لهم من الحاج ام عيسى ومحمد من دوله الكويت. الله يوفقهم ان شاء الله بحق شهر رمضان. حجيتنا شلونك؟ شلون زينه؟ هاي البنيه، هاي عيديه لكم من عائلة الحاج محمد رضا من سلطنة عمان، وهاي للبنية. عمو شلونك؟ تعال لي جاي. ايتام مو عمي يتيمة؟ هاي عائلة من عائلة الحاج محمد رضا من سلطنة عمان، وهذا إلك حذاء. السلام عليكم اختي. السلام، الله يسلمك. هذول الايتام هاي من عائلة الحاج محمد رضا من سلطنة عمان، وهذا احذية لهم للعيد ان شاء الله، ونتمنى لكم الخير والتوفيق. يدللون. فاذا اعزائي المشاهدين هم كلهم نفس الحالات، فان شاء الله راح نستمر بتوزيع الاحذيه والملابس على الايتام، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيم. نشكر كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء. سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيام سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدي أنا، بالعيد واهتدي أنا، بالهادي اهتدي أنا، بالعيد واهتدي أنا. أيامكم سعيدة. أعزائي المشاهدين طبعا شاهدتم عملية توزيع الملابس والأحذية على الأيتام والمبالغ النقدية اللي جتنا من الناس الطيبة. طبعا أعزائي المشاهدين توافدت على كاميرا قناة المهدي الفضائية برنامج القلوب الرحيمة أكو حالات يستوجب أن نقف معها وأن ندعمها ونساعدها، أكو حالات خاصة، فاليوم جتنا هذه الحالة الخاصة وهو الأخ. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ زين إن شاء الله. زين الحمد لله. شو اسمك؟ علاوي. علاوي ابو حسين شلونك؟ زين. طبعا اعزائي المشاهدين علاوي الان هو صايم بشهر رمضان المبارك، واحنا قاعد نشاهد بالاسواق نفوت كل واحد ما شاء الله لازم له بطل ابو اللترتين ويشرفت، وهذا المعوق صايم، فهو اللي يصوم من نفسه والما يصوم من نفسه. علاوي احنا نتمنى لك الخير والتوفيق والصحه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. قناته دائمه ان شاء الله. علاوي انت ويا من ساكن ويا من قاعد؟ ويا اخوي وازخن عندي. ان شاء الله. انت عندك معاش ما عندك؟ ما بالكربلة. ها يقول انا دائما اروح الكربلة للزيارة لش اسمه. زين علاوي تريد الناس تساعدك؟ بلكة تساعدوني ان شاء الله. يقول انا اتمنى من الناس الطيبة اللي يشاهدني على قناة المهدي الفضائية برنامج القلوب الرحيمة يساعدني، هو بحاجة الى طبعا شوفوا رجلي ويدي وصايم هذا الرجل المؤمن الطيب. فيا علاوي انا عندي مبلغ من المال، هذا ثلاث ظروف مبلغ زين، هذا من الاخت ام مصطفى وابو مصطفى من بغداد جديده، نتمنى لهم الخير والتوفيق. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين اللي يحب يساعد هذا الشاب المعاق ما علي إلا الاتصال على الأرقام اللي تظهر على برنامج القلوب الرحيمة.
هو احنا ممنونين جدا من الناس الطيبة اللي توقف مع المعاق مع الفقير مع اليتيم، وطبعا هذا كله موجود رصيد ان شاء الله راح يلقاه باخرته. فاذا طبعا للعلم اعزائي المشاهدين، هو لا ام ولا ابو، قاعد عند اخوه وحالته تعبانه جدا، فاللي نتمنى الوقوف وياه. اعزائي المشاهدين راح نروح وحاله اخرى من برنامج القلوب الرحيم. اعزائي المشاهدين، طبعا الحاله الثانيه ايضا حاله ماساويه، ام لخمسه اطفال تعبانه جدا، فراح نتعرف على حالتها وراح نشوف. السلام عليكم اختي. السلام الله. ام منتي؟ ام سعد. اعزائي المشاهدين، ام سعد تناشد الناس الطيبه وراح نعرفون شنو قصتها. شنو قصتها ام سعد؟ والله هذا تشيز مديني، سويت عمليه رفعت المستقيم. نعم. وسووا العمليه تشيز، حطوا خروجي خارجي، فظلت هاي الحاله، لا انام لا اقعد، لا 24 ساعه انا حار واقفه واقفه منها. وانت ام ربت بيت يعني عليك اعداد الطعام هنا وعلي... قالوا اللي يعني مبلغ كبير يلا سوي العمليه بالخارج. اعزائي المشاهدين، طبعا ام سعد مسوي عمليه، طبعا الان عندها كيس خارج للادراء للخروج، فهذا يعني حاله صعبه جدا، وهي ام لخمسه اطفال او بيتهم بالايجار ورجلها يمكن قلت تعبان كاسب ايضا مريض. لا هو مريض عنده ضغط وقاعد بيت. ان شاء الله نتمنى لك الصحه. تناجين الناس الطيبه. اي والله يرحمون بحالتي. نعم. ويشوفون امي يعني يشوفون الحاله اللي عندي. انا واقفه 24 ساعه شغله كله واقفه، لين ما ادى انا من يطق تشيس، وراح بالليل اقعد ليل كله قاعده، خاف تطلع ريحه، خاف يطق تشيس، خاف. هاي ان شاء الله يا نتمنى لك الصحه والسلامه. هذا اللي مبلغ من ام حسين، من ام حسين الموسوي من دولة الكويت، تدعين هاي مبلغ 100,000 دينار مساعدة عيدية. حول العافية ان شاء الله طولت العمر وايدين هيشضرون لحالتي. رحم الله. اي والله خذوا لعمرك، الله يستر عليكم وعلى كل الكادر. بارك الله فيك. اعزائي المشاهدين، طبعا عودناكم في كل حلقة، تفضلي الله معك. عودناكم في كل حلقة يكون ويانا ضيف، اليوم ضيفنا من الناس التربويين واللي دائما يسعون إلى عمل الخير في البر والإحسان، هو الأستاذ قاسم. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج قلوب الرحيم. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الرائع حقيقة. وفي البدء أن أقدم شكري الجزيل إلى قناة المهد الفضائية، قناة أهل البيت عليهم السلام، وأقدم شكري لك بالخصوص على التعب والجهود المبذولة في هذا اليوم الحار جداً، لأنك صائم. وكذلك أشكر الأخوة الموجودين من المصورين وباقي الأخوة في هذا البرنامج، برنامج قلوب رحيمة. وأنا أيضا أقدم شكري الجزيل إلى جميع الأخوة المتبرعين في هذا البرنامج، والذين ساعدوا كثير من الناس الذي هم أمس الحاجة إلى مثل هذه المساعدات العينية التي تقدم من قبلكم أو من قبل المنظمات الأخرى. بارك الله. أستاذ قاسم، طبعا اليوم جمعنا بهذه الروضة المباركة، احنا شكرنا وتقديرنا للناس اللي توقفوا ويانا من التربويين يفتحون أبوابهم العمل الخير. نعم. وأكو بهم ما يسعون العمل الخير. نعم. يعني حتى لا يقفل الباب ويدخل يعني، ولكنما عزرائيل في يوم في انتظاره يعني. فإحنا شكرنا وتقديرنا للناس الطيبة اللي فتحوا الأبواب. إحنا راح ما نقول بيا مكان، وراح ما نقول لأن يعني خوفنا عليهم من العقوبات. فيا أستاذ قاسم، اليوم البرنامج يعني أنطينا الأيتام، أنطينا للناس المرضى، أنطينا مجموعة كبيرة من العجائز اللي منسيات طبعا هذني هم أنطيناهم. فاليوم يا أستاذ قاسم، أنا الملابس والأحذية اللي قدمتها هي من أم محمد وأم عيسى من دولة الكويت، كذلك مبلغ مالي الأمرة دزت لنا 1,000 دولار. الحاجة أم حسين الموسوي العلوية طيبة من دولة الكويت أيضا، وأم فهد من دولة الكويت، وحسام من الإمارات، وعائلة الحاجة محمد رضا من سلطنة عمان، والأخ أبو مصطفى وأم مصطفى من العراق بغداد الجديدة. طبعا نشوف المتبرعين كلهم من الخليج. شو توصي الناس الطيبة يعني من العراقيين؟ والله حقيقة يعني احنا العراقيين المفروض اولى بهذه التبرعات، لانهم هم اعرف بالناس المتضررين جدا، وخصوصا في مناسبات كمناسبة شهر رمضان المبارك والعيد، بالخصوص العيد، عيد الفطر المبارك. وفي هذه المناسبة دائما تتكرر علينا سنويا، وكثير من العوائل تحتاج الى مثل هذه المساعدات. و أنا أؤكد بأن العراقيين
وخصوصا نمتلك طاقات كثيرة لدينا موجودة سواء في محافظة ميسان أو في عموم المحافظات الأخرى، تمتلك من الأموال ولكن لا يستطيعون بذلها ولا أعطاها للناس المحسنين الذين يقومون بمثل هذه المشاريع التي قامت به قناتكم المباركة. وأنا أوصيهم ومن هذا البرنامج بأن يتبرعوا، لأنه هناك كثير من الناس بحاجة ماسة إلى مثل هذه المساعدات، وخصوصا مبالغ الأموال، وخصوصا هذا الشخص اللي التقيته به قبل قليل اللي هو أيضا معاق وهو محتاج جدا، وأكو حالات كثيرة من هذا النوع. بالإضافة إلى هو صايم، يعني شوف هذا هو فعلا معاق. هذا إنسان مؤمن. نعم. ومثل هذا الإنسان يعني الأموال اللي تعطى إليه كأنه تعطى إلى الحوزة العلمية، والحوزة العلمية في النجف الأشرف يوصون دائما، وأنا من خلال تواجدي في أحد الحسينيات اللي دائما أنا أعمل فيها، حسينية الإمام الحسين عليه السلام، وخصوصا سماحة السيد يوسف حلو الناجي في هذه المنطقة كان من السباقين جدا في عمل الخير، وخصوصا بهذه المناسبات، مناسبة العيد وغيره، دائما يوصينا ويعطينا المبالغ من أجل تسديد قسم من رمق هؤلاء الأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات. فأنا أشكر جميع الأخوة المتبرعين من الدول المحيطة بالعراق، وخصوصا دول الخليج، دولة الكويت وسلطنة عمان، والأخوة المتبرعين في محافظة بغداد وجميع المحافظات الأخرى الذين يشاركون في تبرعاتهم في هذا البرنامج الرائع، خصوصا الذي يوصي دائما بالناس التعبانين وخصوصا الأيتام واللي هم بأمس الحاجة إلى مثل هذه المساعدات. وفقكم الله وبارك لكم عملكم هذا، وأشكركم من صميم قلبي، وأقدم شكر هذه المنطقة بالنيابة عنهم باعتباري رئيس منظمة النبأ الثقافية، إحدى منظمات المجتمع وأحد وجوه المنطقة الاجتماعية. أقدم شكري إلى هذه القناة الرائعة وإلى جميع الأخوة المتبرعين. بارك الله بكم، نتمنى لك الخير والتوفيق إن شاء الله، ونوقف ثانية وياك إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، شكرا وتقديرا للأستاذ قاسم اليوم اللي واكبنا وحضر ويانا، وهو أم رجل صائم وهو من خدام الإمام الحسين، نتمنى لك الخير والتوفيق. شكرك، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، طبعا وشكنا على نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القلوب الرحيمة. اليوم أسعدنا أكثر من 160 عائلة ما بين أيتام، الأغلبية طبعا أيتام، وناس يعني عجائز مثل ما نقول، أيضا أعطيناهم مبالغ للعيد، واليوم فرحة، والملابس اليوم قدمنا لهم وأحذية. راح أعيد الأسماء الناس اللي تبرعوا بهذه الحلقة، مبالغهم اللي وصلتنا اليوم صرفناها على هاي الناس الأيتام الفقراء المساكين. شكرنا وتقديرنا إلى أم محمد وأم عيسى من دولة الكويت، والعلوية الفاضلة أم حسين الموسوي من دولة الكويت، وأم فهد من دولة الكويت، والأخ حسام أبو حسين تحياتنا إليك من الإمارات، وعائلة الحاج محمد رضا من سلطنة عمان، وأبو مصطفى ومصطفى من العراق بغداد الجديدة. أعزائي المشاهدين، مثل ما أسلف الأخ خادم الحسين الأخ قاسم، البرنامج بحاجة إلى مساعدتكم ومد أياديكم البيضاء لنصرة الضعفاء. الأرقام اللي تظهر على شاشة قناة الزهراء والمهدي فقط للحالات اللي يساهمون بها واللي يتبرعون عنها، وليس لطلب حاجة، هو يتصلون علينا بحاجة إلى مساعدة، فهذه الأرقام فقط للتبرعات. أعزائي المشاهدين، إلى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. عساكم ندعو وادا، عسى الله يدوم عيادا، عساكم ندعو وادا، صلاة الله فارك عليكم، عسى تدوم الفرحة. القلوب الرحيم، نشكر كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلعبكم عقيدة عقيدة عقيدة، أيامكم سعيدة.
سعيدة 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 يا لعبكم عقيدة 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 بالهادي اهتدي أنا بالعطرة اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعطرة اهتدي أنا أيامكم سعيدة. طارت عصافير الشوق على الوادي عزفت نشيد الأفراح على عيادي تنبض أحاسيس الكون مع أحساسي أحمل صواني الشموع على راسي كل يلا عدنا سهرة عيد ونجوم وقمرة شعشع يا نور العترة خليها عيد بعيدي